فضيلة الشيخ، هناك جماعة تسمى جماعة الدعوة، لهم تأثير عجيب على العصاة، وهم يذهبون إلى مركز بإحدى الدول، فهل ينصح بالذهاب معهم لمن لديه علم شرعي؟ وهم يخطئون من لم يخرج معهم في هذا العمل 40 يوما أو 4 أشهر. هذه جماعة التبليغ، جماعة التبليغ، وهي جماعة معروفة، عندهم تصوف، عندهم بدع، لا يجوز الذهاب معهم. والذي يعرف الحق ما هو بحاجة إليه، واللي عنده ذنوب يتوب إلى الله بدونه، يتوب إلى الله في أي مكان، في بيته أو في بلده، ما هو بحاجة أنه ما يتوب إلا مع جماعة التبليغ. باب التوبة مفتوح، ومن تاب تاب الله عليه، فلا حاجة إلى أنه يذهب مع جماعة التبليغ وما عندهم من الجهل والبدع. نعم.